ربما الاتصال جاهز. معنا الآن المكلف بالإعلام بالحماية المدنية نسيم برناوي. سيد نسيم، مساء الخير. تسمعني؟ مساء النور. هل ثمة مخلفات سيد نسيم لهذه الهزة الأرضية؟ طبعا على إثر الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 4.4 على بعد 4 كيلومتر شمال غرب حملوان، حالات بعض الهلع والفزع لدى المواطنين الجزائري المقدرة حاليا بست أشخاص أصيبوا بحالات صدمة من جراء الهزة. نقول إسعافات الأول من طرف أعوان الحماية المدنية، مما تطلب نقل إلى مختلف المراكز الصحية لتلقي العلاج اللازم. يبقى العلا والفزع هو السبب الرئيسي في حالات الجرحى لدى المواطن الجزائري. غرار الهزات التي تسجل في منطقة شبلي وحملوان من هزات أرضية وهزات ائتلافية. نعم سيد نسيم، الجزائر أو ولاية البليدة كذلك تشهد العديد من الهزات المتواصلة، ربما 4 أو 5 هزات خلال أسبوع واحد. ما هي النصائح التي تقدمونها لهذه هؤلاء السكان، لسكان المنطقة؟ طبعا فيما يخص يعني سكان المنطقة جدا يطمئنوا، لأنه هذا يدخل في نشاط زلزالي عادي المعروف عبر الولاية الجزائرية تشهد نشاط زلزالي. تبقى يعني الثقافة الوقائية والثقافة من الخطرية الحل الوحيد لتفادي هذه الإصابات، إضافة على مستوى المنازل. الإنسان لازم يعرف أماكن التعايش الموجودة على مستوى المنازل، عدم العلا والفزع والهروب أو الخروج إلى السلاليم وأدرج العمارات والشرفات، التواجد بأماكن فيها زجاج، تثبيت الأثاث على مستوى المنزل من أجل تفادي إصابات على مستوى الرأس. نعم سيد نسيم، سيد نسيم، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحماية المدنية للحد من أو تخفيف من حدة الهلع لدى أوساط المواطنين؟ طبعاً ما يفرقش أنه المدير العام للحماية المدنية السنة هذه سطرت برنامج وقائي تحسيسي من خطر الزلازل الذي بدأ منذ بداية السنة عبر الوسط المدرسي وكذلك عبر 32 ولاية، أين جابت قوافل وقائية تحسيسية في شاحنة تمثيل الزلازل وضباط خبراء في هذا المجال، إضافة إلى تصدير برنامج آخر بداية من هذه السنة إن شاء الله. سوف نجد الولايات التي تشهد فيها نشاط زلزالي من أجل ترسيخ الثقافة الوقائية من خطر الزلزال لدى المواطن الجزائري والتفادي من هذه التصرفات الغير لائقة في حال حدوث هزات أرضية. نعم نسيم برناوي، الأكيد أنه هناك بنايات قديمة تضررت في هزات سابقة وستتضرر أكثر ربما في حال حدوث هزات أخرى، ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للمواطنين في هذه الحالة؟ نظن في هذا المجال كاين هناك لجان وخبراء تصرفوا وقاموا بعملية يعني مراقبة وفصل هذه البنايات على مستوى البلديات. إضافة للنصائح يعني المقدمة للمواطنين هو التوجه إلى مكاتب الخبراء البلديات من أجل معاينة هذه البلديات، ومن ثم نبل الخبراء يحددون هذه البنايات التي كانت آلية في السوق، ومن ثم الدولة الجزائرية تنظم اتخاذ إجراءات لازمة من أجل المواطنين والسكان المتضررين من هذه الزلزال. نعم إذا المكلف بالإعلام بالحماية المدنية نسيم برناوي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.